نستعرض مع بعض دلوقتي جدول الدوري المصري. كانت مباراة السبت مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ21 بين المقاولون العرب والنادي الأهلي، وانتهت بالتعادل 0-0. مباريات الأسبوع الـ28 اتلعب في منها ده يوم السبت اتلعب إنبي مع المصري بورسعيدي، اتعادل 1-1. غزل المحلة وسموحة 1-0 غزل المحلة، طلائع الجيش واتحاد السكندري 2-1 لطلائع الجيش. النهارده في 3 مباريات، الاسماعيلي ومصر المقاصه، البنك الاهلي والجونه، والزمالك وبيراميدز طبعا. نتمنى طبعا باذن الله الفوز لفريقنا وحصد اللقب الدوري باذن الله، لان زي ما قلت مباراه فاصله ومباراه مهمه جدا جدا لينا كلعيبه وكجمهور. كله مستني النهارده يشوف لعيبتنا نفس الاصرار والروح والعزيمه اللي شفناها. كمان في بكره المقاولون العرب وفيوتشر، ويوم الاربعاء الاهلي وفاركو. تعالوا نستعرض مع بعض موقف الفريقين في جدول الدوري. ترتيب الزمالك الاول، لعب 27 مباراة 63 نقطة، بيراميدز 27 59 نقطة، فرق 4 نقاط. زي ما قلت النهاردة الزمالك يكسب يفرق 7 نقاط، خلاص قطر ركبت الدوري ان شاء الله ومشيت بشكل قوي، ريحت اعصابك انت كلعيبة وريحت جماهيرك. وزي ما قلنا محطات، انت خلاص مباراة بتلعبها بتكسب بتفكر في اللي بعديها، دي من المحطات المهمة جدا النهاردة. وان شاء الله اتمنى ان شاء الله الفوز لفريق نادي الزمالك، كلنا بندعي لفريقنا بإذن الله.